خلينا نبدأ كلامنا ونروح لملف شوية مختلف وملف مهم ان انت تتكلم فيه في اللحظات دي. هنبتدي الكلام مع حضراتكم عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحديدا، لان في طفرة حاصلة دلوقتي، في تطوير ملحوظ نقدر ان احنا نتكلم عنه ونتكلم عنه باستفاضة، عشان انت بتتكلم عن مزيد من البطولات اللي بتحلم بيها الفترة اللي جاية طبعا للنادي، وكمان الاعتماد على قطاع الناشئين. دايما يقول لك ده المصنع، ده المكان، ده الاساس اللي انت بتبني عليه اي شيء. قطاع ناشئين اي فريق في الدنيا هو ده اللي بعد كده بيكون خلينا نقول كده المعيار اللي بيتم على اساسه قياس مدى نجاح النادي ده او لا، او كمان مدى نجاح المنتخب في النهايه. فبالنسبه لقاعده ناشئين النادي الاهلي طبعا احنا مش هنتكلم عن تاريخها، لان كتير لاعبين وكتير نجوم طلعوا من القاعده بتاعتنا او من الناشئين بتوعنا، لكن الفكره كلها ان انت يا كريم تستمر، والاستمرار ده لحد دلوقتي موجود، والقياس دايما بيكون مش فكره ان انا ماشي صح وبيبقى عندي ناس كتير بتقدم، لا، المعيار انت بتصعد من قطاع الناشئين بتاعك لعيبه قد ايه، واللعيبه اللي بيتم تصعيدهم بيأثروا في النادي بعد كده بشكل عامل ازاي. هو ده الكلام. فاحنا عندنا دلوقتي مؤخرا سمعنا عن قرار بالنادي الاهلي طبعا بضم او بقيت 6 لاعبين من قطاع الناشئين لقائمه الفريق الاول، وبنتكلم هنا الافريقيه. ده قرار جه من مارسيل كولر بعد ما كان بيتابع ادائهم واعجب بادائهم بشكل كبير جدا، وتم اضافتهم للقائمه الافريقيه. ده قبل غلق طبعا باب القيد لسوق الانتقالات، هنا بنتكلم الشتويه خلاص بشكل اوفيشال او بشكل رسمي. طيب مين اللعيبه اللي عندك دول؟ هم كلهم او معظمهم من مواليد 2005 و2003. عندك حازم جمال، اسلام عبد الله، ابراهيم عبد الحكيم، يوسف عبد الحفيظ، ومصطفى ابو الخير، ومحمد عبد الله. وكمان تم طبعا اضافه الوافد الجديد المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي للقائمه الافريقيه. فبنقول بالتوفيق، بنقول فرصه بتيجي مش كتير للناس، يعني مش كل البني ادمين بيجوا لهم فرص كبيره في حياتهم، فلما يجي لك فرصه كبيره استغلها. دي فرصه كبيره جدا يا كريم لكل ناشئ ان هو يستغل وجوده دلوقتي وقيده وتصعيده، ان انا خلاص انا عايز اثبت نفسي، الفرصه جات لي لازم أثبت نفسي، لازم أكون قدها. فبالتوفيق ليهم. على الصعيد التاني هرجع أقول قاعدة ناشئين قوية جدا في النادي الأهلي تاريخا وحاضرا وإن شاء الله مستقبلا. والفكرة كلها أن أنت لما بتصعد فده بيدي أمل، يعني بيدي أمل كمان للبراعم، وبيدي أمل للشباب الصغير أن هو في يوم من الأيام حلمه ممكن يبقى حقيقة، ممكن توصل للشناوي، ممكن تبقى زي أبو تريكة، ممكن تبقى زي أي لاعب أنت بتحبه بقى في النادي الأهلي على مدار التاريخ كله، زي صالح سليم وغيره وغيره. فأنا انبسطت بالتصعيد ده، وستة برضو أعتقد رقم مش قليل يعني.